وإلى القطيف مباشرة في هذا الخبر، إذ أعلنت المملكة العربية السعودية شفاء أول حالة إصابة بفيروس كورونا لمواطن من ضمن الحالات الموجودة في العزل الطبي بمستشفى القطيف المركزي. إذن يأتي هذا تزامنا مع الإجراءات الاحترازية التي تباشرها جميع الجهات ذات الصلة بشأن الوقاية من هذا الفيروس. المزيد إذن مشاهدينا عن آخر المستجدات في المنطقة في تقرير الزميل عوض الفياض. 18 حالة مؤكدة الإصابة بفيروس كورونا يتم التعامل معها هنا في مركز التحكم والقيادة في وزارة الصحة بالدمام، فيما ترقد الحالات في مستشفى القطيف المركزي ومركز البرج الطبي في الدمام. في الوقت الذي يستمر في القطيف فحص العشرات من المخالطين والحجر صحياً على المشتبه بإصابتهم بالفيروس. عادي نمارس حياتنا طبيعية، لأعمالهم داخل منطقة القطيف قاعدين يروحوا، الأسواق مفتوحة، صيدليات، سوبر ماركت، الكورنيش ما شاء الله مفتوح، الوضع طبيعي جداً وآمن وما في أي مشاكل. في القطيف أيضاً تستمر المؤسسات التجارية والتموينية بالعمل، فيما ينتظر أن تصدر البلدية استثناءات للمزارعين وإغلاقا للأسواق الجائلة في المحافظة. ما قصروا البلدية، راحت لكل من يجي ياخذ تصريحه إذا كان هو عنده محلات، فكانوا عطوهم وقت زمني يطلعون من الساعة 3 الفجر إلى حد الساعة 7 يروحون يقضون، سواء كان هو موجود عنده مزرعة هناك يطلع أغراضه أو الفاكهة حقه يبيعها في السوق أو كان ياخذ من السوق. فجميع الأشياء الحمد لله رب العالمين، يعني المواد الغذائية وغيرها وخلافها، وحتى السوبر ماركتات أساساً قاموا يطمنوا الناس. الحمد لله أنا عندي طفلين، بنت وولد، وهم يمارسوا حياتهم الطبيعية في البيت، وفي الوقت الحالي يعني الأمور ما زالت يعني مرض كورونا في 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 ذروته يعني. فالحمد لله الأمور إن شاء الله في تحسن وأفضل يعني. وفيما تستمر خطط محاصرة كورونا في السعودية بحصر 800 من المخالطين، أعلن في البحرين اليوم عن شفاء سيدتين سعوديتين أصيبتا بالفيروس في إيران. عوض فياض NBC القطيف.